اتفقت إدارة نادي الشباب السعودي مع حارس المرمى الدولي الليتواني أرلوس كيس حارس مرمى كلوج الروماني علشان يحرس مرمى الفريق بداية من الموسم الجديد 2020-2021 في عقد يمتد الموسمين. تعاود إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان مع أرلوس كيس علشان يعوض رحيل الحارس التونسي فاروق بن مصطفى اللي قدم مستوى كبير مع الفريق خلال مسيرته اللي امتدت من 2017-2020. في الفيديو ده هنعرفكم مين هو الليتواني أرلوس كيس حارس مرمى نادي الشباب الجديد. خلينا نتفق أولا أن نط اسم جاياردوس أرلوس كيس مش هيكون سهل على المعلقين، وبصراحة أنا معرفش هيتعاملوا معاه ازاي، بس أكيد هيلاقوا حل. الحارس الليتواني من مواليد 1 ديسمبر 1981، وبدأ حياته الكروية كلاعب مدافع مش كحارس مرمى قبل ما يتحول كحارس مرمى بشكل أساسي بشكل رسمي ويلعب لأكثر من نادي في ليتوانيا ويتألق بشكل كبير. بداية الاحتراف الفعلي كان في صيف 2008 بعد ما وقع لنادي أونييرا روماني أحد أندية الدرجة الأولى في رومانيا، وقدم مستوى مميز جدا وتم اختياره كأفضل حارس مرمى في الموسم خلال عام 2008. بعد 3 مواسم وقع الحارس لنادي روبن كازان الروسي في عقد مدته 4 سنوات بقيمة 2 مليون يورو. كان العقد وقتها مغري جدا ماديا، ولكن أرلوس كيس ما قدرش يثبت نفسه كحارس أساسي للفريق علشان يكون الحارس الثاني، ومع مرور المواسم قرر في صيف 2014 انه يرحل عن الفريق الروسي، واكد وقتها في تصريحاته انه نادم جدا على التجربة دي ووصفها انها الأسوأ في مسيرته رغم ان العرض المادي كان مغري جدا. الخطوة الجديدة للحارس كانت مع نادي ستيوا بوخارست الروماني، الدوري اللي اكتشف فيه نفسه في البداية، وقدم عرض جيد جدا مع الفريق خلال موسم 2014، وده اللي خلاه يفوز بجائزة أفضل لاعب كرة في ليتوانيا. وبعدها وصلوا عروض كتيرة جدا من أندية كبيرة في أوروبا، أبرزها عرض من نادي روما وعرض من نادي فورنتينا، لكن العرض الأكثر جدية كان من نادي واتفورد الإنجليزي. انتقل أرلوس كيس للفريق الإنجليزي في صفقة انتقال حر، ووقع معاهم عقد مدته 4 سنين، لكنه ما قدرش يثبت نفسه واتصدم من التواجد في الكرة الإنجليزية، علشان كده قرر أنه يخرج إعارة لنادي إسبانيول، وبالتحديد في يناير 2016 ولعب ليهم 6 شهور، ولكن يبقى الوضع كما هو عليه وظل أرلوس كيس الحارس البديل. وجات له الفرصة، ولكن فرصة صعبة جدا، كانت قدام ريال مدريد وشارك كبديل، وفريقه غلب 5-0 في ليلة سجل فيها رونالدو هاتريك. ورغم الخماسية إلا أن الصحافة الأسبانية أشادت بمستواه بشكل كبير جدا لأنه حرم ريال مدريد من فوز تاريخي. بعدها انتهت الإعارة ورجع لنادي واتفورد الإنجليزي، وبرضه ما قدرش يفرض نفسه علشان يقرر يمشي عن الفريق ويرجع تاني للدوري الروماني اللي اكتشفه من البداية، وبالتحديد المرة دي وقع لنادي كلوج. بالفعل مع نادي كلوج عاد اكتشاف نفسه وقدم مستوى مميز جدا، وخلال الموسم الحالي شارك في 45 مباراة واستقبلت شباكه 31 هدف في جميع المسابقات، حقق 24 كلين شيت في الدوري الروماني وهو أعلى كلين شيت بين حراس المرمى، وكمان أرلوس كيس هو تالت أعلى كلين شيت في الدوري الأوروبي، وده اللي خلاه تحت منظار إدارة نادي الشباب واللي قررت التعاقد معه. ده كان فيديو سريع عن حارس مرمى نادي الشباب الجديد. انتظرونا في فيديوهات جديدة، وما تنسوناش من الدعم.